احمد منير ميكانيكال ميجر ميكانيكال انجينيرنج. كنت بحاول ابوظ اللابتوب ده دلوقتي وعملت سيرش لان انا مش كمبيوتر ساينس, فعملت سيرش هاو تو كراش ويندوز 10 وعملت له كراش ورجع تاني. اسمه اكس ماشين, بيشتغل في الاول يعني بيشتغل وانا بعمل ستارت اب للويندوز, وبيخيرني لو انا عايز ارجع لستيت معينه او حاجه معينه انا كنت عاملها قبل كده يوم راجع لها تاني بس في ثانيه واحده.